وللحديث عن ذلك انضم إلينا من دبي الدكتور عبد الله العوضي، رئيس قسم وجهات نظر بصحيفة الاتحاد الإماراتية. دكتور عبد الله مساء الخير، وبداية النظام القطري لا زال يهرب من استحقاقات الحل باللجوء إلى أسلوب الحلول الوهمية ووهم الحصار وادعاء المظلومية وشراء الذمم، فإلى أين تسير الدوحة؟ إذا استمرت الدوحة أخي الكريم في هذا المسار فهي تحاصر نفسها بأفكار الإرهابيين والمتطرفين الذين تمولهم في كل لحظة وحين. نعم. حتى آخر خبر أعتقد مر عليكم أن إحدى الصحف المغربية تتحدث اليوم عن أن هناك يعني مصادر تمويل قطرية حقيقة لبعض الجمعيات والمؤسسات ما إلى ذلك لتمويلها بهذا الخصوص. يعني لو استمرت قطر هكذا في إطالة أمد أزمتها فهناك أوراق ستتكشف ليست لصالحها. نريد أن نقول كلمة، ليست هناك دولة في العالم تذهب ضحية حركة ضحية أي حركة من الحركات أو حزب من الأحزاب. حتى الدول المتقدمة التي يعني فيها أحزاب شرعية تعمل في الضوء لا ترضى الدولة الوطنية أن تذهب مصالحها من أجل حزب ما، فكيف بقطر إذن؟ هي تحاصر نفسها ليس بدول المقاطعة كما هي تحاصر نفسها بهذا الفكر الإرهابي المتطرف ليس إلا. نعم دكتور عبد الله، خرج علينا سفير طهران في الدوحة بالدعوة لاستغلال الحدود البحرية والمجال الجوي المشترك لتعزيز العلاقات مع قطر، يعني هل نحن أمام حلف إيراني لشيطنة الأزمة؟ نريد أن نعرف ما هي مصلحة قطر من إيران على وجه الخصوص، المصلحة التي لا تجدها في دول الخليج الأخرى. لدينا علاقات مع إيران ولكن ليس لإيران نفوذ في منطقة الخليج، فلماذا تريد قطر أن تصبح إيران الجسر العابر إلى الضفة الأخرى من الخليج؟ هذه علامة استفهام كبيرة لا بد من قطر أن توضحها. مصلحتها مع إيران أكبر من مصلحتها مع دول الخليج، أيهما أرجح بالنسبة لقطر؟ إذا كانت إيران دولة لها مصلحة ولها يعني هدف معين تريد أن تحققه سواء عن طريق قطر أو غير قطر، فإذا كانت قطر هي الطريق الممهد لذلك فنستطيع أن نقول بأنها تدخل في نفق يعني مظلم ومغلق في آن. نعم الدكتور عبد الله العوضي، رئيس قسم وجهات نظر بصحيفة الاتحاد الإماراتية، شكرا جزيلا لك.